مفيش لغة كويسشن، هيبقى زي ما قلت كده، هيبقى كله نفس الستايل اللي بتشوفه. يعني اي حاجة ممكن دكتور، انا بقول اصلا بلاش اي سي، خليها نيوميريت. يعني مش يعني هي اقصى حاجة انت ممكن تكتبها لو جبنا جبنا ثلاث خطوط سطرين، يعني مطبع حتى دي الليست كلها ما فيهاش حاجة. تمام. مفيش حاجة اسمها ديفن اكونت او شورت اكونت، دي مفيش. حلو قوي. خلاص ماشي. اوكي، يمكن بعد كده لو حتى قلت لك حاجة، مثلا هقول لك ان انت تكتب مثلا ميثولوجيكال بيكتشر او حاجة، مثلا يعني الميت مفهوش استولوجي تقريبا كذا حاجه. ده كيس اللي احنا بنقول كيس دي مش لغه عربيه يعني. خلاص، وكيسو يعني
يعني كان اصلها اوتوجينيك، وما احنا خدنا فيه ريمنتس او ايثيليا
طيب ايه تاني؟ في الرسمه الفلسيه تمام، ممكن يطلع منها برده ايه خفيف ده فور اكزامبل. اوكي دول ايه اودونتوجينيك اكزيليال سيل ريمنانس موجودين، طلعوا بقى ممكن يبقى ديفلوبمنتال في الاريا موجودين، تجاروا عملوا سيست مش عارف ليه. اوكي طيب هل الانفلاماتوري دول مش هطبق عليهم اودونتوجينيك ولا اودونتوجينيك دول؟ قال لي هم على فكره الثلاثه دول اودونتوجينيك، فانا ما قسمناهمش ليه؟ لان هم الثلاثه اودونتوجينيك، مش هقول في اودونتوجينيك ولا اودونتوجينيك، هما الانفلاماتري دول اودونتوجينيك. الانفلاماتري دول اودونتوجينيك. اوكي؟ بس انا ما حطيناهمش تقسيمه ليه؟ لان مفيش منهم ايه؟ نان ايه؟ نان اودونتوجينيك. عشان ما حدش يقول يرجع يقول لي طب ما احنا نعمل ديفينيشن لدول دول اودونتوجينيك. طب احنا يا دكتور ما حطيناش، لا هو عشان هم مفيش منهم نوع تاني فانا مش قصدي ان هم انفلاماتري، فخدنا بالكود. اوكي؟ طيب النان اودونتوجينيك ده ايه بقى؟ نان اودونتوجينيك انا عندي شويه سيلز برضه بتشير مثلا في حاجات في الفيس في البارا اورال تيشو. اوكي ورامنس موجوده عندي بس هي نوت ريليتد تو ذا ايه تو ذا توث ديفلوبمنت، مش زي بقى الزيرز والناس الحاجات اللي هي علاقه بالتوث دول، لا دي الثانيه ما لهاش علاقه بالايه بالتوث ديفلوبمنت كده معايا. فحطناهم ايه نان اودونتوجينيك. سوبر سيكس خلاص سوفت تيشو. هل بقى ان السوفت تيشو اللي حطيتهم مع بعض مفيش مثلا حاجه هنا تقابلنا السوفت تيشو؟ مفيش حاجه في السوفت تيشو تقابلها تبقى سوبر سيكس؟ اه ممكن، يعني احنا ممكن زي ما بقول لكم احنا حاطين جروث تايتلز بس ممكن الاقي مثلا حاجه سوفت تيشو موجوده مع الديفلوبمنتال ايه؟ سوفت تيشو دول. اوكي اودونتوجينيك ليه؟ عشان هي اودونتوجينيك فانا اضطريت احطها معايا. اوكي فانا مثلا انا بقول لكم قولوا لي ايه السوفت تيشو اللي تعرفوها وكتبتوا لي دي واحنا ماشيين مع بعض، انا قلت لكم ان في حاجه سوفت تيشو كتبت منها صح؟ صح مش غلط، بس انا ليه حطاها هنا عشان ما ترجعوش تتلخبطوا عشان دي يعني سوفت تيشو فيها اندوجينيك وفيها نوت اندوجينيك برضه. اه بس مثلا ما اقدرش اقسم دي عشان دي مثلا واحده. اوكي؟ ما اقدرش اقول لك ان هي احط لك واقسمهم سوفت تيشو فيه وفيه، هي واحده بس مثلا اندوجينيك. اوكي؟ فانا حطيتها هنا واحده. تمام؟ تمام؟ كده حطيتها اندوجينيك. طيب السولو سيت خلاص حطيناهم، دول انترابولي الثلاثه دول عشان كده حطيناهم انترابولي. هيقابلنا هنا في سوفت تيشو دي واحده سولو سيت. لما انا اقول لك اني ميت سولو سيت وكتبت لي اللي هي في السوفت تيشو دي صح، ده صح معايا، بس انا ليه حطيتها هنا او ما حطيتهاش هنا؟ علشان هي ايه ان دول انترابولي دي سوفت تيشو، مش هقعد اقسم بقى تقسيمات داخليه. اوكي؟ فاذا هما ده البرود كلاسيفيكيشن بتاعنا المين، بس واحنا ماشيين هنلاقي حاجات ممكن الايه التايتلز قلنا يلينك مع بعضهم او يبقى في شير مع بعض عشان ما حدش يتلخبط. اوكي؟ طيب السيست بقى نبتدي ايه؟ في اوكي؟ احنا هناخد الجزء الانترابولي ترو انفلاماتري اللي هو ايه؟ انترابولي ترو يعني لايف باي ابثيليم والابثيليم كبر از ريزلت اوف انفلاميشن. بيفور وي ستارت اي تايب اوف ذا سيست واحنا بنذاكر هنذاكر ايه؟ ايه الديفينيشن اوف ذا سيست ده اللي هو له علاقه بان هو الكلاسيفيكيشن بتاعنا ان هو دونتوجينيك سيست هو انفلاماتري مثلا هو ما اعرفش ايه خلاص؟ تاني حاجه عندنا الايتيولوجي بتاعه او اي مين الاورجن ده وانا كاتبه كتير قوي الاورجن يعني هو طالع منين؟ خلاص طالع من مثلا ريمنانس اوف انفلاميشن او ريمنانس اوف ريست اوف سيلز مثلا موجوده او ريمنانس اوف ريست اوف مالازي او ريمنانس اي حاجه انا قلت هي ايه؟ اوكي طيب بعد كده هخش على الكلينيكال فيتشرز. الكلينيكال فيتشرز بتاعتي المفروض ان يبقى فيها ايج اند سكس اند سايت اند ابيرنس. اوكي يعني تحت الكلينيكال فيتشرز ايج سكس سايت اند ابيرنس. انا رقمتهم الايج والايه؟ والسكس دي لان هي بتبقى ملخبطه بتلخبط الواحد. اوكي يعني بتلاقيها ملخبطه ما عدا بقى لو حاجه مثلا بقول لك تيجي في نيو بورن فيعني اكيد انت لو جالك مثلا كيس او حاجه خلاص ده طبيعي يعني معروفه انها بتيجي بطل. اوكي ماشي والسايت هو بس اللي ايه ممكن هنبقى بنتكت عليه في معظم السيس السايت بتاعها مكانها فين ده اساسا. والابيرنس هنلاقي ان احنا عندنا ابيرنس كومن ما بينهم كده. ايه هو بقى؟ ايه الكومن ما بينهم؟ هنلاقي ان كل السيس دول بيكبروا بالراحه يعني هم عشان يتكونوا هم ممكن يكونوا زي كرونيك كونديشنز كده عمالين لونج ستاندنج بيكبروا بالراحه. اوكي وبالتالي هم عندهم البيهيفير بتاعهم او الفيتشرز بتاعهم كلينيكالي هتلاقوهم ماشيين كده كلهم زي بعض بينلس سلولي جروينج سوي. اوكي يعني احنا ماشيين كده عشان بقى ايه ده كتير قوي يا دكتور هنلاقي في رولز كده ماشيه معانا خلاص بينلس سلولي جروينج سوي ما عدا بقى نزود حاجات في كل واحده كده بسيطه. طيب الابيرنس التاني قال لي هنلاقي بقى ايه بينفل ممكن تكون بينفل لما الام يكون امتى وتيجي تعمل سويل امتى لو اتعرضت لايه انفكشن فلو السيست ده هو
مش اصلا سببه انفكشن. لكن لو اتعرض لانفكشن هيمشي ماشي بالايه؟ بالاكيوت. هيبتدي يتحول البيت بعد ما كان ماشي بالراحه وبيكبر بالراحه وهو بينس، هيبقى عنده ايه؟ بينفل، وهيبقى ايه؟ يعمل سوالين لان بياكل بسرعه في البون ويكبر بسرعه. خلاص يا باشا كده سكه الايه؟ الاكيوت. يبقى احنا عندنا رول كده هنمشي وراها وتتكرر كتير معانا كل السيف التاريخ ان هم دي ار اسيمتوماتيك او دي ار بينس سلولي جروينج سوالين. حلو كده؟ طيب امتى يا جماعه يبقى بينفل؟ قال لو حصل لهم ايه؟ انفكشن. ده رول. اوكي؟ يبقى ده رول ماشيين عليه. طيب نيجي بعد كده خلصنا الكلينيك، يا ترى السيست ده شكله ايه في الراديو جراف؟ في عندي جروب ما فيهوش راديو جراف خالص اللي هو انهي؟ السودو. اللي هي فريق لو احنا خدنا الدور اللي هو بتاع الفريق ايه يبقى السيس يبقى طول. اهم
قلنا انا عندي لثره صح مش كده، وقلنا انا عندي لثره اف برضه الانفكشن او الانفلاميشن بروسس ده ماشي الونج لاترال اكسسوري رود كمان، يبقى هتبقى لاترال سايد اللي هي راديكولار سيست برضه بس ايه لاترال ناحيه الايه لاترال سايد. طب ثالث نوع منها هو كل ده تايبس منها بس حسب المكان بتاعها في الريزيدوال دي اسمها ريزيدوال. يعني كلمه ريزيدوال يعني ايه؟ ريمنت حاجه باقيه. طيب بقى يعني ايه؟ يعني اصل جنتس المفروض ان عنده سيس كريتيكال سيس خلع السنه وشاف ساب الايه؟ ساب السيس اوكي؟ فالسيس ايه؟ بقت ريمنت بقت ايه؟ ريزيدوال بقت موجوده جوه الايه؟ الجو. طيب قعدت بقى ايه؟ عاش حياتها هو كبرت وبعد ما كبرت عملت البيشن ده سوال. طب هو خالع الحته او يعني الجزء ده مثلا خلعه وعنده سيست جاي يعمل ايه دنشن فعنده حته سوالنج هو ممكن ما يكونش حاسس هي ستوري جروينج سوالنج اوكي. فالبيشن انت بتحطي له دنشن فممكن تاثر على الفيتس اوف ذا ايه اوف ذا دنشن تعمل له يعني يبقى فيه رامنج معاه او ان هو ممكن تكبر قوي تاثر على الايه الجو يعني الجو ممكن يحصل فيه فراكشر او ريزوبشن جامد نتيجه الريزيدوال سيست اللي انا ايه خلاص. يبقى احنا عندنا الراديكولار سيست بقسمها الى ثلاثه خلاص حسب مكانها يعني الاساسيه او الموست كومن اللي هي ايه؟ فريكنجال سيست او لاترال او ريزيدوال دول الثلاثه فريكنجال لاترال ريزيدوال كلهم هم راديكولار بس حسب الايه المكان بتاعها. الاسم الدارج اللي بنستخدمه كتير نعم فين اتفضل دكتور هي السيست دي ما بتعملش درينج؟ ايه؟ السيست دي ما بتفتحش في اي بارت في الاورال بتعمل درينج ليه؟ ما هي مش بتفتح ليه؟ لانها مش جواها فاصلة مص هو اللي بيهرب بيدور على الحاجة. اه هي بتكبر ممكن توصل لمرحلة تعمل ريزوبشن للبون وتكبر جامد وعندك حاجة زي الكورة اوكي بسكورة كده عمالة تلف تحت الميكروز على جنب. دكتور هو السيست دي بيقلب من الاخر؟ مش كل مش كل دي حاجات تانية اوكي. يبقى احنا كده ايه عندنا طيب اوريجن ايتيولوجي اللي احنا بنقول طالع من ايه خلاص ده تاني حاجه بنمشي وراها. قال لي ايه؟ قال لي هي دايما بتطلع من ايه؟ من انهي نوع من الاونتوجينيك ريفرنس عشان هي اونتوجينيك سيت انفيريور ريفرنس اوف الملاستيس. طيب وبالذات بقى فين بقى؟ قال لي كانت هي موجوده في البري اكزيستنج جرانيوما هي مين اللي بتطلع من جرانيوما؟ واحنا فاكرين الجرانيوما كانت جرانيوما كامله ان هي ممكن يكون فيها انفيريور سترينث او انفيريور ناسس صح؟ وقلنا ان هما طالعين من الاورجن الانتيريور سيرف دي طبعا من الانتيريور ريست اوف ليه؟ علشان ده كان موجود جوه الايه؟ نورمال ريمانات موجوده جوه البريدونشن وانا جوه البريدونشن حلو كده؟ طيب فهي اللي بتطلع منها بتطلع من ايه؟ انا عندي هي طالعه من انفلاماتري هايبر بليجيا الخطوط بتاعت الانفلاماتري خط ليه؟ علشان الريست اوف مالاستيز كبرت ليه؟ باي مينز اوف انفلاميشن في انفلاماتري ايه بروسس موجوده عندنا. فولوينج ذا خطابات يبقى انا كده صح لان انا احنا قلنا السنه نون فايتال لازم عشان تعملي كريتيكال ديزيز تبقى نون فايتال. معلش هو مش عشان لما يكون في انفلاميشن لازم يبقى في السبب بسبب الانفلاميشن سبب ايه الانفلاميشن اللي حصل؟ هو اوريدي البيبر اللي هو دي مش كرونيك انفلاميشن. اه طيب قاعد جوه الريلوه بتطلع منها دلوقتي اوكي. هيحصل ايه بقى؟ انا عندي ادي السن تمام ادي المقطع اوكي ماشي وادي ايه يا دكاتره؟ ادي الايه؟ الجرانيوم خلاص؟ طيب وعندي شويه ايه؟ ميثيليوم سيلز اهي اللي هي ايه؟ ريست اوف ايه؟ غازين انا قاعده جوه الجرانيوم هي الجرانيوم دي جواها ايه؟ انفلاماتري ايه؟ البروسس صح فيها كرونيك انفلاميشن انا شغاله كرونيك انفلاميشن. طيب الانفلاميشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل بيبتدي
سيب جوه الانفكشن كده. هتموت لما هتموت هتعمل لي شويه هنا ايه؟ شويه ايه؟ فلويد. يبقى انا هقول ايه بقى؟ فلويد او انا هقول ايه؟ باثولوجيكال كافيتي تايب واي انزيليم فين في الامبيوت او سيمي فيو ماتيريال كده فاهمين؟ يبقى انا هقعد ايه؟ الديفينيشن بتاعي. يبقى انا هنا عندي ادي كتير يا استاذ اهي بره وادي كافيتي نتيجه الباثولوجي او حاجه باثولوجيكال وبقى فيها ايه؟ الفلويد. ومن هنا اتحولت الى فريبيكال ايه؟ كده معايا؟ طيب ده الفاتوجينيس اللي بقى اللي مرة عندنا ايه؟ انفلاميشن بروليفريشن انفكشن بروسس وهي كانت عندي ايه؟ اللي ايه حققت الايه؟ الديفينيشن بتاعي. فهي كانها بتمر بمراحل مش عليكم ان انتوا عندكم انيشيشن ان في اللي هو الانفلاماتري بروسس انيشيشن فاكتور يعني وبعد كده ابتدى يحصل سيستيك فورميشن اللي هو ابتدى الانسان تهدد في النص وكبرت بقى ايه؟ حصلها ايه؟ زي ما احنا شايفين. طيب بقيه الانلاج بتبقى بتكبر ازاي؟ قال لي ان هي خلاص عملت السيس هي المفروض تكبر. تكبر ازاي؟ ان انت عندك جوه الفلويد ده ها شويه ايه؟ البروفيكس صح اللي هي ماكس ديفري. طيب ان البروفيكس اكتر دي اللي عماله تموت الفلويد بايه؟ بيخليها ايه؟ الكون ده قليل فبيحصل حاجه اسمها ايه؟ موتك امبالانس يعني الفلويد اللي جوه الكافيتي قليل لان الدبري ده عمال يتكون كتير. اوكي والفلويد اللي بره الكافيتي ايه اكتر فبتعمل ايه؟ تسحب فلويد من ايه؟ من بره خلاص ايه؟ لجوه تخش ايه؟ لجوه تقوم دي ايه؟ تكبر معايا كده؟ ماشي الكلام؟ كل ماده بس عماله تتصفى لجوه اللي هي النيكروف تقلل الفلويد الاوزموتيك امبلانس ايه اللي موجود يعني الاوزموتيك بريشر او الليمفاتيك بريشر دخل الفلويد تقوم ايه؟ السيل تكبر. طب هي كل ما بتكبر هو مين بره هنا؟ مين بره هنا؟ الاوستيوبلاستيك ايه ريزوبشن صح وتعمل ايه البول بتاعي بيعمل ايه في الاخر الريزوبشن ما هو الريزوبشن بيعمل لك ايه سواليد خلاص ازاي بايه بالسواليد يبقى انت ممكن تشوف سيس زي ده خلاص في الاورال كافيتي هل كل سيس بتوصل للسايز ده هنعرف هي احنا قلنا وانا بقول دلوقتي في فيتشر اي حاجه فانا اتفقنا خلاص دي ده لين سلولي جروينج سواليد unless حصل له infection طالو infection هي بقى ايه infection وايه دي swell thin and swell خلاص انا عندي ايه هو ابتدى يكبر يكبر هو عمال يكبر يكبر وياكل ايه في البول هو بيكبر زي ما احنا اتفقنا ياكل ايه في البول طيب عمال ياكل في البول ياكل في البول طب يا اخبار البول هو كل ما ده البول بتاعي بيتاكل لغايه لما يوصل للبول ده يبقى very thin layer عامله زي الاكشن بالظبط نفس الايه الايه الديكنس بتاعت البيضة اللي شارب بعينها دي اوكي هو لما يجي لي السوالينج ده انا اجي اعمل ايه؟ اجي ادوس عليه كده عشان اشوف السوالينج ده عامل ازاي فالبيضة دي شايفها ضعيفة صح؟ فالبون ده ضعيف فممكن يحصل حاجة اسمها اكشن كراكنج مش دايجنوستيك للبريتيكال سيستم يعني الاكشن كراكنج ده ممكن يحصل مع اي حاجة تيومر مثلا او سوالينج بياكل ايه؟ بياكل في البون عشان ما حدش يفتكر ان هو كده ممكن يحصل مع اي سيست تاني اجريسيف وبيكبر بسرعة مثلا برضه الاقي برضه ان هو عمال ياكل في البون يوصل لمرحله الايه؟ الاكشن كراكنج اللي انا ايه؟ بقول عليه. طيب لما حصل اكشن كراكنج وشالت الفيري تين لاير اوف بون دي هي اوكي؟ بقى عندي ايه؟ مفيش بون. بقى عندي ميوكوزا اللي هي فوق وتحتها ايه؟ الكوره، الكوره دي اللي هي مين؟ الايه؟ السيست ايه موجوده؟ حتى انت يقول لك ممكن تبقى فلاكتوال، كلمه فلاكتوال يعني ايه؟ بتتحرك معايا. خلاص؟ يبقى انا عندي سوفت لونها بلوش ليه؟ لان ابتدى ايه زي ما انتم شايفين اللون كده خلاص ما بقاش فيه ماسكينج للون الفلويد، ان البول اللي جوايا بايه؟ اتشال، يبقى عندي سيرفس ميكوزا تحتيها الايه؟ السيست ده اهو، وخلاص، فاللون بتاعي بقى ايه فيه؟ ايه؟ ابلوش كولريشن بنيت ده ايه؟ ده ميكوزا ولو قلنا انفكشن هتكبر بسرعه جدا وتبقى تاني. دكتور طب هو كده الجرانيولوما البريفيكال جرانيولوما مطلوب لها انها تتحول لست دايما صح؟ ممكن ده ازاي؟ البريفيكال جرانيولوما هتتحول لست بعد كده اه طبعا مع الوقت ممكن يعني طبعا لازم كل جرانيولوما لو ما اكتشفتهاش يعني هو كده كده بتتحول هو مش كرونيك مش صعب انك تكتشفه في الاول؟ كرونيك البريفيكال مش عامل سويلنج مش هتكتشفه لما يكون عامل سويلنج وخرج بره البون قصدي كده ماشي بس انت دلوقتي انت عندك بريفيكال جرانيولوما اه هنكتشف حاجه هو البريفيك جرانوما والبريفيك سيست الديفرنشال دايجنوستس تبع بعض يعني اكس راي وايت وسكوالينج كل حاجه ده نون فايتال بوث وبابليك بوث
انتي بريك حاجه بتكبر بالراحه. يلا قولي انت عامله ازاي. وين اكيد يا دكتور ما هتبقى برضه نفس الادراس. البيشنت عنده بين اللي فار مش هقول لك ايه هعمل لك ايه اقول لك اه من الكرونيك بتبقى الريجراف شبهها عشان كان اصلا راديو اوت مارجن الدور ده شغال لو هي اتحولت من كرونيك لاكيوت لو حولت من كرونيك لاكيوت بس اللي هو المارجن مش كانت تورينت في الكرونيك اصلا يعني كان ما هي المارجن في الكرونيك بتكبر بالراحه فده بيدي فرصه من البون ايه تاكل وبين الفاين وبعدين بعد كده البون بتاعي بيحاول ايه يصب الموضوع عشان الديستنس عالي حلو فيوم ايه عامل لك ايه حبه بون حوالين المارجن بتاعت الليجنز بتاعتك فاهم بيحاول يعمل لهم ريبير فتبقى مثلا في حقل التدريب
Gracias.
وقلنا الفور بتاع الكونكت تيشو. كونكت تيشو معمول من ايه؟ من ثلاث حاجات، فايبر بلس كولاجين فايبرز ضغط. طيب انا في الاول في النيو مين اللي عايز يعني انتوا دلوقتي بتقولوا اه هو ايه؟ احنا عندنا السيلز اللي هي ايه الايه الفايبر بلس، وعندنا الايه الكولاجين، تمام، وعندنا الضغط حلو كده ماشي خلاص. ايه اللي زياده؟ انا لسه حاجه بتتكون، يبقى انا محتاجه سيلز كتير. اوكي طيب الكولاجين اللي بتعمله السيلز الفايبر بلس يعني الكولاجين، الكولاجين عندي ايه؟ لا لسه من الاول ما طلعتوش. طيب عشان اعمل كولاجين وانا اشتغل يبقى لازم يكون عندي ايه؟ بلاد فيسلز ايه؟ كتيره. خلاص ده كده ايه النيو يا دكاتره. طيب ايه جاي؟ هو الكونكتيف تيشو ده هي مش السائل، احنا جوه جرانيوما كنا، واصلا انا انفلاماتري انفلاماتري سيست، فلازم يكون عندي ايه اللي يحرك الدنيا وبيزودها ويخلي فيه انفلاميشن شغال، يبقى لازم عندي هنا كمان الكونكتيف تيشو ايه ده انفلاماتري سيلز صح؟ طيب اللي في الاول انفلاميشن كتير يبقى الانفلاماتري سيلز عندي ايه؟ كتير. طيب نيجي بعد كده الاول السيلز بقى ايه؟ انا مش محتاجاها خلاص. ايه قلب؟ الكولاجين بدل ما كان حبه فايبرز كده صغيره بقى باندنس كبيره وكتيره، يبقى هو الكولاجين حصله ايه؟ تمام. طيب البلاد فيسلز خلاص عملت وقت الدوره وادتني نيوتريشن يبقى هي كمان قلب. الانفلاماتري بروسس هيتي يبقى الانفلاماتري سيلز ايه؟ خلاص. والابيثيليوم خلاص احنا عرفنا الابيثيليوم هايبر بلاستيك وايه؟ ده في حاله ان هي بتلجا او ان هي انفلاميشن عندي لكن غير كده هي مفروض تبقى هايبر بلاستيك ايه؟ انزيم عشان هي انفلاماتري سيستم. طيب هنا عندنا ادي بصوا ده كاتي وادي برضه الانزيم اللي ماشي اهو حوالين الايه؟ الكاتي بتاعتي. طب ده الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو بقى هنقول بعد كده كاتي يبقى فيها ايه دلوقتي؟ هقولها لك، هقولها لك دلوقتي. قال لي ايه؟ انا جوه الجرانيوم انا خلصت الكونكتيف تيشو هو فايبر صح وكولاجين وفايبر بلاست وخلاص كده. طب انا جوه الجرانيوم هي الجرانيوم كان فيها حاجات خلاص ممكن الاقيها ولا لا؟ ممكن الاقيها في المول بتاعي، يبقى الكونكتيف تيشو المول بتاعي فيه حاجات هنا مش موجود، ممكن ما يكونش موجود في اي سيست تاني. ايه بقى الحاجات اللي موجوده كانت موجوده؟ ضمن الكومبوزيشن
هي مفروض انها نون برجنانت اوكي، لكن انت ممكن تلاقي يحصل في بعض الاحيان جهاز تجيلك مش معناها كده برجنانت لو مش هي لا تاني اوكي. يبقى كده ايه اول فاريانت ان دي فاريشن ان ممكن تيجي حاله يبقى فيها برجنانتيشن وده نوع يعني نوت كوم يعني اولاد الكومن ان هي نون برجنانت. طيب ومن هنا نعرف ان انا عندي في بعض السيس هتبقى شور كيراتينايز. يبقى احنا هنيجي في اخر شابتر برضه من تجميعاتنا ايه السيس اللي كونتينين كيراتين اوكي. ده بعد كده ايه تاني عندي بقى ايه افرد السيس ده البريفيكال سيس ده ريليتد للماكسيلري توف. الماكسيلري توف دي ولا منين؟ للسايكس بعد ده لاين باي ريسبيراتوري سيليم. فلاقي اللاين بتاعي خد منه ايه؟ ريسبيراتوري سيليم. الموضوع اسهل ريسبيراتوري او اللي عايز بقى يفهم الاسم الغريب العجيب الطويل هو هو سوس ترانسباير ولا نفس ايه بيت بوكيت. طيب ايه تاني؟ قال لي بقى ايه ممكن يظهر لي ثلاث حاجات نحفظها ازاي ثلاث حاجات؟ حاجه في الانتيريور وحاجه في الكونكت تيشو وحاجه في الاثنين اوكي. ثلاث حاجات جايين دول واحده في الانتيريور واحده ايه في الكونكت تيشو وواحده في الاثنين. طيب اول حاجه ديستروفيك كالسيفيكيشن. يعني ايه ديستروفيك كالسيفيكيشن؟ احنا خدنا انواع الكالسيفيكيشن في جنرال باثولوجي صح؟ فقال لي ايه في نوع منهم ايه في ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. المهم ان انا عندي ديستروفيك. ايه الديستروفيك ده؟ يعني ايه؟ قال لي ان انا يحصل عندي ديبوزيشن اوف كالسيوم ان ذا تيشو. هتلاقوا كتير في تيومرز عندنا بعد كده تيومرز فيها ديستروفيك كالسيفيكيشن ده متضرر كتير عندنا في بعض الليجنز. طيب ليه ذا تيشو؟ قال لي اصله معرض لاي حاجه بتكبر اوكي. اي حاجه بتكبر ان التيشو ايه ستيلز ريموت. طيب فده يؤدي الى ايه؟ ان يحصل بريسبيتيشن اوف كالسيوم في الذا تيشو ده. طيب هو عمال يكبر وفي اريا اوف سيلز اللي هي بتموت او نيكروتك او معرفش ايه فهيحصل فيها ديبوزيشن اوف كالسيوم تعمل لي اريا اوف كالسيفيكيشن. نوع الكالسيفيكيشن ده اسمه ايه يا دكاتره؟ ديستروفيك كالسيفيكيشن. بياخد لون ايه؟ لون ازرق. اي كالسيفيكيشن لما بنيجي نصبغه عندنا بياخد ايه؟ ازرق. Thank you.
السبب الرئيسي الجنرال اللي انت عندك الاكسيلاسيس كده نتيجه انفلاميشن. الانفلاميشن هناك جت من السنه النيكروتيك، هنا الانفلاميشن جايه لك من السوفت تيشو اللي حوالين البارش اللي رابط الدود، وفي نسبه في البريلوجن دي بقت انترابون. خلي بالك انا عماله اكلمكم على السوفت تيشو اللي فوق دي، خلاص هو الانفلاميشن نزل تحت في البريلوجن عند الايه الاونجينيك ايه ايه زي ما رسمنا كده الايه اوستوجينيك ركس اللي جوه، فهي انتروبوني مش ايه مش في السوفت تيشو، مش السيستم الاوفيريان اللي فوق دي او الهيبيتال
سمعت ان مطر السيستم عملت عشان السيست حصل لها تجمعات مع بعضها في وان سيست لا انا بتكلم على الاساسيه دلوقتي احنا بنتكلم على السكوتش بتاع اللي هي اللمبه لوحدها الكبيره يعني عشان هي من جايه من سيروس جايه من مالتي من مالتي لوحده من تاتا واحده مكان صغير مكان صغير دي مش خطر يعني مش بيقول ان اي حاجه هايبر بلاستيك يكفي ان انا يكون عندي انفلامات Gracias.
وحاجات كده يعني اللي هي الترم التاني المهم، الحاجات دي الوايت ليجن دي
كيلاتين بتبقى سيريال سيل. والله عليك انت بتلعب. بقول لك لو في كيلاتين بتبقى سيريال. كنا دايما بناخد واحنا في الاورال هيستولوجي ان دايما لما بيكون في كيلاتين بيكون ال سيل. قول قول لي هايبر كيراتونيك ان انت عندك ثيمنا كيراتينايز ليير. ما الكيراتين بيحميها دكتور. الكيراتين بيحميها. انت ممكن يكون عندك انفيكن كيراتينايز كتير مش شايف. خلاص لا دكتور ده مش داخل في الميتيرن صح؟ اكيد